صباح الخير مشاهدي شبكة ان تي ان وقناة نايل لايف، يوم جديد ويا رب يعني يكون، يعني لو ما كانش سعيد يبقى على الأقل يعدي. برحب دينا، برحب بعايدة، وصباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا عايدة. صباح الخير صباح الخير يا شريف. انا النهارده يومنا مليان بالفقرات، غير الفقرة اللي هتكون مع عايدة وصالون الأربعاء. دايما هيكون معانا فقرة كمان مع أستاذ أسامة عبد العزيز، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام. هنتكلم معاه عن المشهد السياسي وأحداث كتيرة جدا في مصر. قبل ما اقول بقيه الفقرات، عايزه اقول انه الدنيا هديت في وسط البلد الحمد لله، والاحداث ما بقاش فيه يعني كر وفر زي ما كان بيحصل خلال الويك هدوء اند. حذر زي ما بيقولوا. لا هو هدوء، لا على فكره انا بما ان انا من السكان القريبين، لا العربيات بقت راكنه تاني في شارع منصور وشارع الفلكي وشارع نبار وشارع فهمي، الاربع شوارع اللي بتودي لمحمد محمود اللي هو موازي للشيخ ريحان اللي فيه الوزاره. انا مصره ان انا افضل اوضح الجغرافيا لانه الوزاره بعيده جدا عن عن اماكن الاحداث اللي بيحصل عن فيها. الاحداث. يعني لما عربيه الامن المركزي طلعت ميدان الفلكي فاحنا بعاد خالص عن وزاره الداخليه، بس مهم ان احنا نوضح ده. فالدنيا رجعت هدوء تاني، والدعوات اللي كانت موجوده امبارح في مجلس الشعب اللي كلنا سمعناها بتاعت انه الثوار والرياضيين يبعدوا علشان البلطجيه يفضلوا لوحدهم، يعني اقتراح كان بصراحه نميس جدا احييهم عليه، لانه طبعا كل الناس مشيت لانه اكيد البلطجي لما هو عارف ان هو بلطجي مش هيفضل موجود، لما يعني حقيقي برافو. يعني النهارده عندنا فقرات واكيد هنتكلم في على ذكاء رهيب برضو يعني، معلش لا يعني حقيقي يعني. فاحنا النهارده هنتكلم عن الاحداث دي واحداث الاسبوع اللي فات. في اخر فقره معانا النهارده هيكون معانا استاذ ايمن الصياد رئيس تحرير مجله وجهات نظر، واستاذه ساميه جهينه ناشطه سياسيه. هنتكلم اكتر مش في عارفه كل عايده، اللي حصل فكرتيني الاسبوع اللي بايه؟ فات. فكرت دايما في افلام العربي القديمه لما كان يبقى في حرامي في الشقه ويسمع السرينة بتاعة البوليس جاي، فأكيد هيمشي يعني، أكيد هيجري، اللي هو يعني في سرينة جاي وي واوي اللي هو بنديلك إنذار إن إحنا جايين. على فكرة خلي ده بالك النهارده كمان مهم يعني. هيكون معانا، بنبص للمستقبل يعني، إن شاء الله يعني يكون في مستقبل، هيكون معانا فقرة عن مشروع بلدي، ودي مبادرة اسمها العاصمة الاقتصادية، هنفهم عنها أكتر من خلال ضيفنا، وهيكون هو المهندس دكتور ياسر أورا، من خلال فقرة خاصة جدا. واكيد دايما متعودين معاكم ان احنا يكون عندنا فقره الصحافه، ومعانا طبعا الصحفي المتميز محمد طلعت الهواري الصحفي بجريده المصري اليوم والصحافه. ونبتدي يلا بينا ولا يلا ايه؟ يلا بينا.